أصبح بإمكان مستخدمي تويتر الآن الإبلاغ عن عمليات قمع الناخبين أو نشر المعلومات الخاطئة. إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الأداة في الولايات المتحدة، وسيتمكن مستخدمو تويتر في الولايات المتحدة من اختيار خيارين لتغريدات يرونها خاطئة أو غير صحيحة. الخيار الأول تغريدة مضللة بشأن انتخابات سياسية، أو تغريدة تنوي قمع أو ترهيب شخص ما من التصويت. وإذا وجد تويتر أن التغريدة تنتهك سياسة نزاهة الانتخابات والقوانين الخاصة به، فقد يطلب من المستخدم إزالة التغريدة، وقد يتم حظر المنتهكين المتكررين من المنصة كلياً. لتجنب الحظر على تويتر، أولاً لا تغرد بتاريخ انتخاب وهمي، ولا تعطي معلومات كاذبة للناخبين عن التصويت عبر الإنترنت. هذا هو أحدث مثال من تويتر على طلب المستخدمين مراقبة السلوك السيء لمستخدمين آخرين.